اهلا بكم اخوان اخوات، فيديو جديد على قناتكم اجريك اش نيوز. هذا اخوكم يوسف، كنحييكم ونتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا مزيان. كنحييكم من هنا من سنتندير، العاصمه ديال كنطابريه اللي معروفه بالشو والبرد صراحه. وقرر واحد البرد الاخوان والله. بلا ما نبدا نتشكى عليكم، الله الا اش نقول لكم، واحد البرد. عرفتي الصباح راه ما قديتش النوض، كنقول واش النوض ولا ما نوضش، النوض ولا ما نوضش، خليوها على الله والله. المهم راه كاين بزاف ديال الاخبار، الناس اللي في اسبانيا ساكنه راه عارف اللي كاين، راه كاين نشرات انذاريه هنا في اسبانيا، درجه الحراره في شي بلايص وصلت ناقص 14 ناقص 13، القضيه اللي ماشي عاديه بلاد بحال اسبانيا. المهم اخوان الاخوات، قبل ما نبدا ما تنساوش اخوان دعمونا، ما تخسر والو، دير ابوني الى قدرتي بطبيعه الحال، لا شكل البرد ماشي مشكل مره اخرى وديرها. درتي غاشي دير في الكاشه بلا ما ديرها ماشي مشكل. المهم لايك الفيديو باش يطلع الناس جداد ونكبروا العائله الصغيره اللي عندنا في هذه القناه، ولا كان في البرد ماشي مشكل عاوتاني ما ديرش لايك، ماشي حتى الغدا. المهم تفكرني، ما تنسانيش، الله حافظك. نضحك معكم الاخوان والله، الا بغينا نخرج من داك الروتين ديال الفيديوهات و تهضر بطريقه رسميه شويه نضحكوا. المهم ما تنساش بارطاجي الفيديو الا بغيتي بطبيعه الحال، والا قدرتي تخرج يدك الا بغيتي قدرتي تخرج يدك من الكاشه ما فيها باس، ديرنا واحد بارطاج الفيديو فين ما بارطاجيتي، في فيسبوك في واتساب فين ما قدرتي، واخا على لصديق واحد ديالك، راه غادي تعاوننا نكبروا هاد العائله الصغيره. علاش نقول لكم هادشي؟ لان الاخوان اليوتيوب عنده واحد تيخدم بواحد المسائل، الا شاف الناس تبارطاجي الفيديو تقول الفيديو راه خدام للناس، يعني تقدر يصيفطوا الناس اخرين يشوفوه. الا درتي لايك تقول هاد الناس راه عجبهم هاد الفيديو، اذا فيه شي حاجه راه خصني نلوحوا الناس اخرين عاوتاني باش نقترحوا عليهم يقدروا يشوفوه. فهادشي علاش راه ما فيها حتى شي حاجه القضيه، ما فيها لا ربح لا والو، ما كنربح حتى حاجه باش تعرفوا. الناس اللي عندهم قناه صغيره راه يكونوا عارفين هاد المساله هادي. المهم خلينا من التخربيق هذا هو دروينا ندخلوا للموضوع اللي جاي نهضروا. اخوة الاخوات، عندي واحد التساؤل نتمنى تجاوبوني عليه في الكومنتيرات، وكل واحد غادي بطبيعه الحال يكون عنده راي، انا نعطيكم رايي وانتم طبيعه الحال لكم رايكم، كل واحد عنده الراي ديالو، والراي راه معروف كيبقى راي، ماشي شي حاجه، ماشي خبر، راي غير راي. فهاد السؤال هذا، واش هي النهايه ديال التيك توك؟ واش تيك توك قربات النهايه ديالو؟ انا غادي طبيعه الحال نفصل لكم هذا الموضوع هذا، وانتم قيسوه بطبيعه الحال. الاخوه الاخوات، تيك توك كانت قبل المفوضيه الاوروبيه حضراته المفوضيه الاوروبيه في الاجهزه ديالها التابعه لها كامله، يعني التليفونات اللي تابع لها كاملين حضراته فيهم. هنا يعني لعده اسباب، من بينها انه يعني تجمع واحد البيانات علينا حنا الناس اللي كنستعملوها التيك توك، وكيحاول يوصل يعني بزاف ديال الاشياء، يعني بزاف ديال الخصوصيات ديالنا، كيحاول انه يجمع بيانات علينا كاملين ويدير علينا واحد البروفيل لحياتنا الخاصه. هذه من جهه، من جهه اخرى هو انه قال لك انتهت الحقوق ديال الطفل، يعني انه كيفاش انه تيسمح تيتساهل مع القاصرين انهم يديروا محتويات اللي كبر منهم، وانهم يتفرجوا فيديوهات اللي كبر منهم، يعني تيتساهل معاهم. هذه من جهه. جهه ثالثه كنظن هو ان كاين حتى واحد الحمله نوعا ما، واخا يعني هادشي كامل اللي قلنا قبل يعني راه خطير فعلا، ولكن كاين حتى واحد القضيه اللي خصنا نردوا عليها البال، هو ان تيك توك نعرف تيك توك صيني، يعني شاده شركه صينيه هي اللي شاده، ف طبيعة الحال فيها حتى نوع من التسييس، يعني في هذه الازمه اللي بين الاتحاد الاوروبي وامريكا، او المعسكر الغربي مع المعسكر الشرق، روسيا والصين وكوريا الشماليه وايران، فراه حتى الاتحاد المفوضيه الاوروبيه راه دارت هذه المساله. طبيعة الحال واخا ما غتصرحش بها، يعني
حتى على انها تضرب الاقتصاد الصين، لان تيك توك مش بعيد، تيك توك المخير عنده تيك توك، ما بقاش تخبيو على راسه. دابا تيك توك ولا بحال شي حاجه كديرها في السر، ولكن كتقول عليه راه تافه، ولكن المخير عنده تيك توك في التليفون ديالو، الا واحد القله قليله. ما يجيش شي واحد في الكومنتات يقول لي وانا ما عنديش، وانا ما اغلبيه عندنا تيك توك. المهم دوز لهادي. من بعد جات جا الكونغرس الامريكي، وتا هو حضر التيك توك في جميع الاجهزه ديالو، وقال اودي عطينا واحد المهله ديال 30 يوم باش انه يتحضر مره. يعني وفي هاد الاجهزه هادو اللي تابعين للكونغرس الامريكي، الا حذفتي التيك توك صافي ما غاديش تحاول تيليشارجيه مره اخرى، لانه غيولي محظور. تا هما نفس الاسباب اللي تودي انه توصل الخصوصيه ديال الناس، كتستعملوا الصين للتجسس، انه يعني تي تي انتهك الخصوصيه ديال بزاف ديال المسائل في حياتنا، اضافه الى انه يعني تتساهل مع القاصرين، وتتساهل مع المحتوى المخل للحياء بهذا المعنى، المحتوى الغير يعني اللي شويه بيليغروسو على الدراري الصغار. تا هما يعني طبيعة الحال شكون عندهم نفس الرؤية، انهم تا هاد المسألة ديال ضرب الاقتصاد الصين ولو بشكل من الاشكال يعني اللي ضربناه ربح ماشي مشكل. رغم انا في الاخر نعطيكم واحد المسألة، انا صراحة مع انهم يحذفوا التيك توك، لانني عندي واحد الرأي اخر صراحة غادي نقول لكم في الاخر، رأي يعني بزاف الناس كي غادي يتفقوا معايا فيه غنقول لكم. تا هما يعني نفس الخطوة. من بعد جات كندا. كندا تا هي كانت عندها في هاد الأيام الأونة الأخيرة، يعني في السنة الأخيرة بخصوص تشنجات في العلاقة ديالها مع الصين بزاف، يعني كانوا اختلفوا بزاف ديال المسائل، كان بزاف ديال الصداع بيناتهم. فتا كندا نفس الأسباب، يعني بلا ما نعاودو نقولو، نفس الأسباب حضرات التيك توك يعني على الأجهزة ديالها التابعة للحكومة، اللي كاينة تحت السيطرة ديال الحكومة ديالها. هادشي كامل يعني ممنهج بطبيعة الحال، راه باينة. يعني أي حاجة تفرضت أمريكا راه تفرضها كندا وأوروبا، لأنهم حلف واحد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال، باش منبقاوش نكذبو على راسنا، نكونو واضحين نوعا ما. يعني أمريكا هي اللي تتحكم، وطبيعة الحال عندها حلفاء ديالها اللي هي كندا، اللي هي الاتحاد الأوروبي كامل بالدول ديالو، إلا واحد النسبة قليلة يعني مشيتي الجال الباردة اللي من الهيه، مشيتي جيت لروسيا. طبيعة الحال الحلفاء ديال أمريكا في آسيا، اليابان، وداكشي. المهم دابا الإخوة الأخوات، أنا عطيتكم يعني شنو كاين، يعني أنا كتبان ليا من القضية اللي فعلا تيك توك كتجسس على الناس، وأكبر دليل هو أنك تكون كتهضر مع صاحبك في القهوة ولا في أي بلاصة، وفلان وشي وقع لهاد فلان، شي الراجة شنو دارت، ام عاد تحل التيك توك تلقى الفيديو الدراجه طالعه، لا الاخبار دراجه مثلا، حضرتي على الويدات تلقى فيديو الويدات. يعني كاين انا كنشم شويه ديال الريحه ديال القضيه، لكن كتبان لي حتى مساله سياسيه حرب. عقلت على هواوي، شحال هذه هواوي كان من احسن التليفونات، لكن حضروا عليه جوجل، حضروا عليه شحال من حاجه وتلو العصا. حتى دابا هو الهواوي حتى واحد يشريه، يعني حتى هو يعني مشى، فكذلك غي يتعاملوا مع التيك توك. لكن انا عندي هضره اخرى، التيك توك الاخوان كنتفق معاهم 100% في هذه القضيه ديال المحتوى الاباحي اللي يسمح به، وبزاف المسائل. ولا عندنا بخصوص في المغرب، باش ما نكذبوش على راسنا، ولا عندنا تيك توك بحال شي حمام، تيك توك ولا عندنا بحال شي حمام، ترى مش من حمام، وبحال دار الدعاره باش نكون معكم واضح. تيك توك ولا عندنا في المغرب بحال دار الدعارة، أي وحدة ما كتمشي تعرى على برا كتعرى علينا أكثر لداخل. ها اللي كتقول لك أودي بلاتي نوريكم الحوايج، نقيس الحوايج، تتورينا شي حاجة أخرى. المهم داكشي بين قوسين، ما باغيش نوسخو هاد القناة، خليونا شوية محترمين. ها اللي خاصها تسب وتتعرعر علينا، أش نقول لكم دابا؟ هاد الصار يكون، هادي هاد الصار يكون مثلا، ناخدو عصار يكون كمثال. شكون جابها لنا التيك توك، يعني تشهرات في التيك توك. هاد الطبقة ديال ندى حسي، والطبقة ديال الملولي، ونزار، وزيد والإيحاء طويلة. شكون جابو منها التيك توك؟ اللي جابو منها لاش، لأن التيك توك سهل،
باش تطلع قناه في التيك توك، راه شي حاجه سهله. انا يلا بالتيك توك هذه شي جوج سيمانات راه عندي تقريبا شي غادي طالع التيك توك. علاش هادشي؟ باش انه سهل، كتبقى تطلع كيطلعوا الفيديوهات يعني كتولي 100 مشاهده شافوه، غاب الزربه ما شافوش، 200 شافوه ما شافوش غادي يهزوا عليه، كيولي المشاهدات كيطلعوا وكيتريكوموندا الناس اخرين. يعني ساهل كيطلع بالزربه، هذه السياسه باش خدام التيك توك. راه هو اللي طلع لنا هاد الماركت، هاد هو طلع لنا دويا مستار. واش تا ولات وحده هاد دويا مستار بين قوسين خارج علينا هاد الايام الاخيره في التيك توك، ونوريه ليكم. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. تا ولينا وصلنا لهذا المستوى هذا، نورمالمون في اليوتيوب ما تقدرش دير هاد المساله مثلا، لان اليوتيوب عنده خصوصيات. يعني كاين واحد الفريق ديال المراجعه، ساعه ساعتين كيصيفط لك ميساج فلان هاد المحتوى هذا راه غير لائق، لان تيك توك لا، تيك توك كيقدر يمحي الفيديو كي ما كيعطيش انذار قليل اذا لقاو كيسينيالوك الناس. يعني تيك توك انا بالنسبه ليا هو واحد دار دعاره، خصوصا عندنا في المغرب. مع احتراماتي للناس ديال المحتوى الجميل، كاين صراحه الناس كثار عندهم، كاين واحد خونا واحد الدري زوين سميتو ادم ديموكس، هو رائع صراحه، كنرفعوا ليه القبعه، هذا محتوى نقي صراحه. كاين بزاف، كاين الناس رياضيين يونس هذا، عفوا والله لا والله لا تنسى ليا انا راه زوين درك خونا كيقول رسميا ما نسات لي اسمي جوتي، انا من لي فان ديالو، هذا محتوى نقي حتى هو. كاين بزاف ديال الناس اللي عندهم محتوى نقي مع احتراماتي ليهم، ولكن تيك توك شي عاهرات ردوه دار الدعارة للاسف في المغرب، ردوه دار ديال الفساد. اللي بغات تعرض جي جوجات بغاو يتعايروا لنا في اللايف تما في تيك توك، ولا يتعايروا في فيديوهات. اختنا يعني جايه سكرانه طلعت هضر لينا، خونا سكران حتى هو. يعني مش دار الدعارة، كنقول دار الدعارة ما كنقتصرش على العيالات، باش ما تقلقش مني المرأة المغربية، راه ما كنقولش انا نهضر على ديك الطبقة، راه بطبيعة الحال المرأة المغربية على راسنا وعينينا، هي منا وهي ختنا وهي خالتنا وهي عمتنا وهي جدانا وهي كلشي. وطبيعة الحال حنا مع البراني نكبروا بالمرأة المغربية وبالفتاة المغربية، ولكن باش طلع لنا ماركة بحال هاد الخانزات هادو، هادشي اللي ما كنقبلوش. فسمحوا لنا الا تقلقت منا شي مرأة ولا شي بنت، راه حنا كنهضروا على هاد الطبقة هادي باش نبقى بين قوسين، لان ما بغيتش نعمم. لكن باش تبقى كل مره تقول ولا دار الدعاره باش ما نعموش، ولكن شي عاهرات باش ما نعموش، غادي نبقاو ندخلوا في واحد التكرار اللي ما عندنا ما نديروا به ممل. فاسمحوا لنا. كما قلت لكم هذا كان هو الراي ديالي. التيك توك فعلا دار اخطاء كثيره، انه مسمح لكل شيء يدخل وكل شيء يحط فيديوهات وكل شيء يدير اللي بغاه بلا ما يتحاسب، كل شيء يسب، كل شيء عاير، كل شيء عرعر. وحده بين الناس دارها المهم الشواذ حتى هما لا عليك ترضى حريه. شوف انا والله شوف انا مع الحريه، بنت تلقى في الزنقه لابسه دو بياس والله ما نهضر معاها، ولكن باش تخرج وتوعي لنا الشعب، ماشي توعي لنا، تخرج لنا على الشعب، لان هاد هويا مستار مثلا نعطيكم مثال راه تابعها 500 ألف واحد ولا مليون واحد متابعها، كيشوفوا الفيديوهات، فيهم دراري صغار، فيهم بنات صغار، فيهم بنت عندها 17 عام، ما نبغيش تكون القدوه ديالها هي هويا مستار، عاهره تكون القدوه ديالها. فهذا ما كان الاخوه الاخوات، انا دو رايي بسيط نتمنى تقبلوه. المهم طبيعه الحال راه كيبقى غير رايي، ما كنفرضوا على حتى واحد، انا غير هضرت وعطيت الدلو ديالي، دليت بالدلو ديالي كما كنقولوا في هاد المساله هذه. فقد نكون مصيب طبيعه الحال، ماشي مشكل يعني، غادي ترفع لي القبعه، غنقول ترفع لي القبعه ما عرفت علاش ترفع لي القبعه. المهم نقدر نكون مصيب بطبيعه الحال، مصيب فهاد الراي ديالي، كان يعني هادشي اللي بغينا، ونقدر نكون خاطئ بطبيعه الحال، فصحوا لي وكل واحد يبقى رايه. وبالعكس الدول تتقدم باختلاف الاراء وتتقدم بالراي والراي الاخر، باش ديك الساعة تكون واحد الإجماع على الرأي اللي حسن. هذا ما كان الإخوة الأخوات، خوكم يوسف كنحييكم، الله يلاركم عزاز. صراحة كنحاول ندير فيديو كل نهار، رغم أنني كنكون عيال، الخدمة النهار كامل، كنرجع
كنرجع والله الا فيا النعاس والبرد كنبغي غير نتكا في الكاشه، وكنقول دائما خصني ندير فيديو باش نبقى على تواصل معكم، وطبيعه الحال نبقى معكم دائما تسمعوا الصوت ديالي. المهم اشتياجكم ولا لا ما نعرف، قبلوا عليا. هذا اخوكم يوسف كنحييكم، اتمنى تكونوا دائما كما كنقول في صحه جيده، وتكونوا دائما فرحانين في حياتكم، والحياه تستمر بمشاكلها وبهمومها وبافراحها وبكل شيء فيها. اي حاجه لكن انت خويا ولا اختي عندك شي مشكل في حياتك ولا مهموم، تفكر ان اي حاجه غدوز، يعني كانت حاجه زوينه راه غدوز، كانت حاجه خايبه غدوز، المهم انك تعيش اللحظه. هذا مكان المهم درت لكم فيها كوتش، خوكم راه بيه ما تدوش عليا، راه كنضحك معكم وراني غا يعني ما صحافي ما والو، باش تعرفوا انا راه ما صحافي ما تلعب، انا راه داير هاد القناه غير كنهضر فيها في مواضيع، كندير فيها فلوجات راكم كتشوفوا اللي كاين. هذا مكان تلقاو في فيديو اخر، نتمنى انكم في الاخر نقول لكم تابوناو معايا ودعموني بلايكات وبارطاجيو الفيديو الا قدرتو، والاراء ديالكم مهمه بطبيعه الحال في لي كومونتير، والتساؤلات ديالكم انا كنجاوب عليها كامله، وكاع نقدر ندير فيديو كاع على سولتيني غير سؤال نقدر ندير لي فيديو نشرح لك كل شيء، ما عندي حتى شي مشكل. ونعاود نكرر قبل ما نمشي ونقطع هذا الفيديو، اخوان اللي عندهم داك السخان ديال الضو، خويا اختي ما فيها باس، حيد العجز، عارف البرد كتير هاد الايام، لوح الكاشه وطلع على داك السوفاج الله يرضي عليك، واش مخشي في البريز ولا لا؟ كان مخشي في البريز حيدو، ما كانش مخشي مزيان، لان هذا الشوفاج الا خليتيه في البريز مخشي داك الخيط داك الفوقاني البلاستيك كيدوب، وملي كيدوب كيولد واحد الشراره وكتشعل العافيه، وهذا الشيء اللي ما نبغيوش. فباش تحمي احبابك وخوتك وخواتاتك وكاع اللي معك في الدار والناس اللي عزاز عليك دير هذه المساله. المهم ما نطولش عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.